وأسعد الله مساكم بكل خير. رجعنا لكم بتغطية جديدة من فرعنا في خميس مشيط حي الخالدية مقابل فندق قصر السحاب، وفرعنا الثاني في حي الضيافة. نتمنى من الجميع الالتزام بقواعد السلامة، والله يحفظ الجميع يا رب. وخلينا أبدأ معاكم بالمنظمات. هذه منظمات بلاستيك للثلاجة وكمان للأدراج، لها كذا استخدام، جاية باللون الأبيض، حجمها متوسط، سعرها 5 ريال. وفي كمان الأشكال زيتنا وجيتها ملونة، وكمان نفس الشيء للثلاجة للأدراج للمعلبات، وسعر قطعتين 5 ريال. وكمان نفس الشيء للثلاجة للأدراج للمعلبات، وسعر قطعتين 5 ريال. ومن قسم البلاستيك كمان عندنا المنظمات هذه اللي تركب على الدواليب، من شكلها من وراء، جاية بكذا لون، وسعر المنظم الواحد 5 ريال. وخليني أوريكم كمان من قسم البلاستيك النشر الحلو. هذا نشر للأكواب، جاي بكذا لون، حجمه متوسط، والحلو فيه إنه لا مخرج للمويه في طرف المنشر، وسعره 5 ريال بس. وعند الستاندات هذا جدا عملية، ترتب لك المكان بالشكل هذا، سعره 5 ريال. وفي كمان الأشكال هذه حجمها متوسط، وكمان جاي بكذا لون، وسعر الستاند الواحد 5 ريال. ومن قسم الخداديات واصلة معنا تشكيلة مرة حلوة للخداديات الشعبية، شكلها مرة حلو، تنفع للجلسات في رمضان، متوفر معنا بالأربع ألوان، الأخضر والأبيض والأورنج والأحمر، وسعر القطعة الواحدة 5 ريال. وأكيد في رمضان ما راح نستغنى عن الحلا، في عندنا هنا قسم خاص بالحلويات، عاد طب واختاروا. في عندنا مجموعة زي كذا تاخذ 7 حبات ب 5 ريال. في كمان عندنا المارس 4 حبات ب 5 ريال، ومسوين عربة تويكس تاخذ 3 حبات ب 5 ريال، وكمان السنيكرز نفس الشيء 3 حبات ب 5 ريال. وفي عندنا النوعية هذه البسكوت تاخذ 6 حبات ب 5 ريال. وكمان عندنا من نفس القسم الكوكيز بنكهة الشوكولاتة والفانيليا، وسعر الكرتون زي كذا ب 5 ريال. في عندنا هنا تشكيلة واسعة للحافات البلاستيك، في الأشكال اللي يجيكم زي كذا نقصها، والحلو فيها أنها تدخل الميكرويف، يجيكم في المجموعة زي كذا 4 حبات ب 5 ريال. الحجم هذا يجي فيه 6 حبات ب 5 ريال. في كمان هذا حجم أصغر يجي فيه 7 حبات ب 5 ريال. في كمان الأشكال اللي زي كذا يجيكم سادة من غير تكسين، هذه فيها 8 حبات ب 5 ريال. وشوف جمال الصحون الحلوة، هذه صحون أكريليك بستاند، شكلها مرة حلو، كمان جاية بكذا شكل، هذا الشكل الثاني، تنفع للحلويات، للمعمول، للفواكه، لها كذا استخدام، وسعر الصحن الواحد 5 ريال. وعندنا هنا تشكيل صفاية المقالي، جاية بكذا شكل، عندنا الشكل المربع سعر 5 ريال. في كمان الشكل المستطيل، وفي عندنا الشكل هذا كمان جاية بمسكة، وسعر القطعة الواحدة 5 ريال. واللي سألوني على أكواب البشارة الورقية متوفرة معانا، هذه 12 حبة ب 5 ريال. وفي كمان الحجم الأكبر هذا، هذا يجيكم 6 حبات ب 5 ريال. وخليني أبدأ معاكم بالصحون للشربة، صحون سيراميك متوفرة معانا بكذا حجم، وكمان بكذا شكل، في كمان الأشكال هذه اللي مسوين عليها عروض، تأخذ 3 حبات ب 5 ريال.
وهذه كمان شكل ثاني ونفس الشيء، 3 حبات ب5 ريال. وفي كمان اللي يحب السادات، هذه كمان 3 حبات ب5 ريال، هذه حجمها أكبر ونفس الشيء 3 حبات ب5 ريال. وكمان من نفس قسم صحون الشرب السيراميك متوفرة معانا بكذا شكل. هذا الشكل الأول تأخذ 3 حبات ب5 ريال، حجمها متوسط. وهذا كمان شكل ثاني ونفس الشيء 3 حبات ب5 ريال، وهذا الشكل الثالث ونفس الشيء 3 حبات ب5 ريال. ومن قسم الصحون القزاز متوفرة معانا زبديات القزاز ب3 أحجام، هذا الحجم الكبير سعره 5 ريال. وفي كمان عندنا الحجم الوسط وكمان نفس الشيء سعره ب5 ريال، تنفع للسلطات، لسلطات الفواكه. وفي كمان هذا الحجم من المتوسط إلى صغير، تأخذ القطعتين ب5 ريال. ومن قسم التحف والهدايا خليني أوريكم المباخر، عندنا تشكيلة مرة واسعة لها في الأشكال هذه اللي تجيكم على شكل مارفل، وكمان جاية بقاعدة سعرها ب5 ريال. وفي كمان الأشكال هذه نفس الشيء تجيكم بغطاء وسعرها ب5 ريال. في كمان المباخر السيراميك هذا اللي تجيكم بمغناطيس ونفس الشيء سعر القطعة الواحدة 5 ريال. ومن قسم التحف والهدايا عندنا هذه الساعات اللي تجيكم بمنبه، وهذه كمان تشكيلة ثانية نفس الشيء تجيكم بمنبه سعرها 5 ريال. وفي كمان عندنا هنا هذه الأحجام الكبيرة اللي تتعلق على الحائط، وكمان جاية بكذا شكل وسعر أي ساعة 5 ريال بس. واللي سألوا على الصواني البايركس متوفرة معانا بالحجم الصغير، هذا حجمها وسعر الصينية الواحدة 5 ريال. ومن قسم ملابس الأطفال شوفوا جمال الأفرهات اللي توفر عندنا، شكلها مرة حلو، المقاسات تقريبا من سنة إلى 4 سنوات، والنوعية مرة حلوة في اللون هذا وفي كمان اللون الأحمر، وسعر القطعة الواحدة 5 ريال. وخليني أوريكم من قسم الملابس البناتية التيشيرتات الحلوة، هذه شكلها مرة حلو كمان نوعيتها حلوة سعرها 5 ريال، وهذا كمان شكل ثاني ونفس الشيء سعر القطعة الواحدة 5 ريال. ومن قسم الشنط النسائية أو البناتية متوفرة معانا الشنط الحلوة، هذه شنط قماش شكلها مرة حلو كمان جاية بكذا الشكل، وسعر أي شنطة تختاروها 5 ريال بس. ومن قسم الأحذية الولادية وانتو بكرامة متوفرة معانا بكذا مقاس، هذه أشكالها سعرها 5 ريال. وفي كمان عندنا النوعيات هذه، جاية بكذا لون وكمان بكذا الشكل وسعر أي قطعة 5 ريال بس. وشوف الحلو الجديد اللي وصل عندنا لمركز الاستاندات الحلوة، هذه جدا عملية وتختصر عليك المكان للأكياس، متوفرة بكذا لون وسعر الستاند الواحد 5 ريال. ومن قسم العلب البلاستيك لا يفوتكم العرض الحلو اللي مسوين على الأشكال هذه، تاخذ 3 حبات ب5 ريال، جاية باللونين يعني الأوف وايت وكمان اللون البني، وسعر 3 حبات ب5 ريال بس. وللي يحب التنظيم والترتيب متوفرة معانا المنظمات الحلوة، هذه المنظمات أكريليك متوفرة بلون واحد وكمان بحجمين، تنفع للدواليب، للأدراج، تنظيم فرش المكياج، كمان لتنظيم الملابس الداخلية لها كذا استخدام، وسعر المنظم الواحد 5 ريال بس. ومن قسم ألعاب الأطفال عندنا المجموعة الحلوة هذه للأطفال، كوب التدريب مع حافظة للأكل مع الصحن مع الملعقة، وسعر المجموعة زي كذا ب5 ريال بس.